اهلا بيك يا حبيبتي. بصي، هو الموضوع جايب بمحض الصدفة. يعني احنا اصلا كنا بنعمل الاغنية انا والمدفعجية لينا احنا، وكنا هنصورها كليب وبتاع. فلما سمعها استاذ طارق العريان قال انا عايز الغنوة دي في الفيلم، بس احنا كنا اوريدي نزلناها في شم النسيم اللي فات، فطلب مننا حاجة شكل الاغنية للفيلم تكون للفيلم مخصوص يعني. فعملنا غنوة كلامها مناسب لحدوتة الفيلم، والمزيكا عملناها شبه كده يعني، حاولنا نضغط الاغنيه بقدر الامكان عشان خاطر الفيلم يعني. والترشيح جه من الستايلست ريهام عاصم، هي كان ليها دور كبير بصراحه معانا يعني. طب ايه رايك في ردود الافعال على الفيلم والنجاح الكبير اللي عمله؟ لا الحمد لله يعني، الحمد لله ما اقدرش اقول غير ان يعني الحظ اكيد خدمني جدا في ان انا اكون شريكه ولو بغنوه في الفيلم يعني. الحمد لله ده من حظي يعني، الحمد لله. ايوه. بصي، انا مع ناس معينه من الناس اللي بتغني المهرجانات، ما اقدرش ابقى مع كل الفن، ما اقدرش ابقى ضد كل الفن، لان في ناس فيهم بتتعب وبتطلع مزيكا حلوه جدا وعندهم نسبه فيوز فظيعه ومرعبه على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها معظمها. فالمهرجانات لون من المزيكا موجود، ما حدش يقدر ينكره ولا حد يقدر يتجنبه، موجودة وناجحة ولازم كلنا نعترف بوجودها. أنا عملت خلاص، ما أعتقدش. بصي الله أعلم، على حسب، لو الموضوع فيه سياق درامي زي مثلا فيلم ولاد رزق أو حاجة ما عنديش أي مشاكل طبعا، بس طالما احنا بنطور وطالما بنقدم جديد وطالما كل مرة المزيكا بتبقى مختلفة عن اللي قبلها يعني، ليه لا؟ ليه يعني؟ يا ريت. عندي 2 سنجل، منهم حاجه هتتصور ان شاء الله ومنهم حاجه ديو، وعندي ان شاء الله باذن الله حاجه في مسلسل، بس تمثيل ان شاء الله. لا تمثيل، عندي حاجه جوه مسلسل همثل يعني، هغني يعني ان شاء الله. لا صعب، لما امضي باذن الله اقول، انا بس الموضوع مجرد فكره وهنقعد يعني. الحاجه الحصري اللي ممكن اقولها لك ان انا دلوقتي بقت الشركه اللي بتنتج لي شركه مزيكا طبعا في كيانها الاستاذ محسن جابر والاستاذ محمد جابر يعني، الحمد لله. ومسؤول طبعا من الشركه معانا استاذ عبد العظيم، واستاذ وليد نجم هو المسؤول عن شغلي، هو استاذ عبد العظيم، فالحمد لله. والله هو اللي اتقال لي ان من ضمن الترشيحات من استاذ احمد عز انه كان عايز ان الغنوه هي اللي تبقى تتر الفيلم للبدايه، فهو كان رايه هو يعني او كان قراره هو تقريبا، فالحمد لله. انا طبعا ما اعرفش ده من لسانه بس سمعت كده والله. انا عايزه اقول لهم يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما، ولو دي بطاقه تعارف جديده ليا وليكم، فان شاء الله كل اللي جاي يبقى شبه كده وان شاء الله يبقى احسن كمان. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميرسي قوي يا رب.